المفروض ماله؟ يزيد عشان هيزيد الكواليتي فاكتور. الكواليتي فاكتور دي دايره عشان الكواليتي فاكتور هتحافظ على الكواليتي فاكتور. يفضل ثابت بريزنت. عشان تحافظ على الكواليتي فاكتور يبقى الاف سي لما تزيد هيحصل ايه؟ الاف سي هتتغير. طيب فلقينا شويه من اول عيوب النوع ده الفاريشن في الباندلز. يعني ايه الفاريشن في الباندلز؟ ما هو دلوقتي شايف الدايره دي هي تيونينج سيت دي انت عايز تسمع بيها قناه واحده ولا عايز تسمع بيها اي قناه انت عايزها؟ هسمع بيها القناه انت عايزها. يبقى انا كده شايف الريزنت فريكونس ده ممكن يبقى واقف هنا او الريزونانت فريكونس يبقى هنا او هنا او هنا. طب ازاي اخلي الريزونانت فريكونس يتغير؟ مش انت الاف مش الريزونانت فريكونس ده بيتعرض على ال والسي؟ بالظبط اجيب فاير كاباس اللي هو عشان ببساطه عباره عن ايه؟ مش انت لما تيجي تجيب الريسيفر مش في حاجه كده تلاقي جنبها كلمه تيوت اللي هو المؤشر اللي تقعد تحرك؟ لما تقعد تحرك المؤشر ده وتسلكت ما بين القنوات انت بتحرك ايه؟ انت بتغير الفاير كاباس. لما تقوم الفايبر كاباسيتور بتتغير دايره التيوننج دي بدل ما الاف سي بقى كان واقف هنا هتلاقي الدايره دي واقفه هنا واقفه هنا عماله تتحرك. عشان كده شايف مش ممكن تيجي في نقطه وانت بتحرك المؤشر بالراحه مش ممكن تيجي في نقطه تسمع قناتين في وقت واحد. هي عباره عن ايه؟ انت المؤشر التيوننج سيرفت دي عماله تغير في الكاباسيتور فالكاباسيتور الدايره دي مالها؟ عماله الاف سي عماله تتحرك فجت في نقطه بقيت مستقبل منين؟ من تو شانل فبقيت سامع مين؟ الاثنين شانل فتعمل ايه؟ تقعد تحرك المؤشر كمان عشان تجيبه بالظبط على مين؟ على القناه اللي انت عايزها يبقى الاف سي بتاعت الدايره على الاف سي بتاع القناه بالظبط. فساعتها تسمع مين؟ القناه دي لوحدها؟ طيب المشكله بقى فيها شويه المشكله ان لما الاف سي بيتغير الدلتا اف بتاعت الدايره مالها؟ تتغير. حد يقول لك يعني ايه الدلتا اف تتغير؟ المفروض الدلتا اف دي تبقى 10 فلما عند الاف سي العاليه اللي هي الاف سي بقى اللي عند 1000 و1500 كيلو والكلام ده هتلاقي الدلتا اف بتاعتها مالها؟ زادت. واحد يقول لك طب وايه المشكله ان الدلتا اف تزيد؟ تاخد معنى كده لو الدلتا اف زياده طب ما انت معنى كده انك مش هتعدي قناه واحده انت ممكن تعدي قناتين فيحصل انطفاش ما بين القنوات. فده كان اول عيب شويه ان لما الاف سي بتتغير الدلتا اف برضه بايه؟ بتتغير. خلاص في مشكله يا شباب؟ طيب فالفاريشن بتاع الدلتا اف ده بيخلي السلكتيفيتي اللي هي السلكت بتاع القنوات ماله؟ بو يعني سيء او ضعيف. انك تيجي تعمل سلكت القناه عمليه ضعيفه. ممكن تلاقي قناه عاديه وقناه ثانيه جنبها. طب ده كان اول عيب. ثاني عيب مشكله هاردوير. ايه هي؟ ان كهاردوير ايه كيو ماكسيموم؟ الماكسيموم كواليتي فاكتور. لقينا كهاردوير 120. يعني كهاردوير ال بمعنى صح ايه؟ ان عشان تحصل على ريسبونس مناسب لازم الكواليتي فاكتور بتاعت السيستم تبقى ماكسيموم كام؟ 120. طيب المشكله بقى شويه المشكله عشان تسلكت القناه اللي في بند ال 1600 مش اقصى تعدد 1640. طيب المفروض الدلتا اف تبقى بكام؟ 10 كيلو. يعني المفروض تبقى عند 1640 البند بتاع الدايره دي تبقى كام؟ تختار القناه بس. طيب يبقى الكواليتي فاكتور هيبقى كام؟ 164 في التوتر ده 164 164 نون باكتيكال. انت الباكتيكال بتاعك كام؟ 120. طب ما هو معنى كده انك ايه لو انت بقى قعدت تحاول تجيب المؤشر تظبط الكباس بتاعك عشان تجيب حاجه اللي هي تجيب التوتر ده هتلاقي السيستم بتاعك ماله؟ ان ستيبل. يعني ايه يا شباب؟ يعني بقول لك هاردوير التوتر اللي اقدر استقبله ماكسيموم مثلا 1200 كيلو. انت حاولت تستقبل توتر اعلى والله خلاص السيستم ان ستيبل. يعني ايه ان ستيبل؟ يعني ما اعرفش الريسبونس هيبقى ايه ما اعرفش ايه اللي هيحصل في الدايره. وكلمه ان ستيبل يا شباب يعني ما تقدرش تتنبا باللي هيحصل. يعني عندك سيستم يعني انت ده السيستم بتاعك تقدر توصل عليه 30 فولت. لو انا جيت قلت له انا هوصل عليها ب 45 هتقول له ايه؟ انت يا اما السيستم يولع يا اما السيستم يشتغل على 45 بس اكيد مش هيشتغل على طول. ممكن يشتغل على 45 لفتره معينه وبعدين يحصل له ايه؟ يبوظ. ما هو اكيد مش هيفضل مستحمل 45 دي على طول. فهو مستحمل 30 ووصلت عليه 45 ممكن يشتغل بس مش هيشتغل على طول هيشتغل لفتره وبعدين ايه؟ يبوظ. ممكن اساسا توصل على 45 على طول الدنيا ايه؟ تبوظ مش ما يشتغلش اساسا. يبقى ساعتها بقول السيستم اون ستيبل ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل. طيب ده كان شباب عيبين التيود ريدي فريكونسي اللي احنا عالجناهم بالنوع الثاني اللي هو ايه؟
السوبر هيت لاين. يبقى العيبه شايف ان لما الاف سي بتتغير عشان اخطاء ما بين القنوات الدلتا اف بي بيحصل لها فاريشن فبتخلي السلكتيفيتي بتبقى عمليه بو. طيب تاني عيب ان الكوالت فاكتور ماكسيمم 165 اس كوالت فاكتور ماكسيمم كام؟ 120 لكن انا الكوالت فاكتور بتاع الدايره دي المفروض يتوقف ما بين ايه وايه؟ ما بين 53 و 164 فالكلام ده انبكت. بس كده عيب واحد هو تغيير الدلتا اف مع الاف سي. العيب الثاني ان هو برضه هو عشان الان ستابيليتي ايه؟ العيب الثاني ان هو ظهر لي كيو ماكس بس ظهر لي نفس العيب هو تغير الدلتا اف مع الاف سي هو عيب واحد. طب ما هو كيو ماكس ده جاي منين؟ مش الدايره نفسها ان انت ايه عايز توصل لتردد معين بدلتا اف معينه عشان توصل للاف سي دي بالدلتا اف دي يبقى لازم تجيب دايره الكواليتي بتاعتها او تجيب الدايره بتاعت الكواليتي بتاعتها كام؟ 160. انا ان براكتيكال ان انا اجي احقق الاف سي دي مع الدلتا اف دي لان انا اقصى دلتا اف مع اف سي اقدر احققها كام؟ 120. يعني لو انت عايز 10 تحت يبقى اقصى تقدر تحققها فوق كام؟ 1200. عباره عن ايه؟
نفس الكلام تيونينج سيركت اللي هي الدكتور رسمها لك بس رسمها لك بره. هو انت لو جيت بصيت قبل الاي اف امبليفاير كان حاطط لك ايه؟ مش كان حاطط قصاد الاي اف امبليفاير كويل وكباستور؟ هو ايه كويل وكباستور ده؟ تيونينج سيركت. خلاص؟ طيب يبقى الانتنه هتستقبل الشانلز بتاعتك تدخلها على الاي اف امبليفاير اللي هو عباره عن تيونينج سيركت وايه تاني؟ وقت الامبليفاير. طيب يبقى انا هشارك هدخل لي مين؟ هدخل لي اف سي 1 واف سي 2 واف سي 3 اف سي 4 5 و 6 وهكذا. كل ده هيوصل على الانتنه. لما الكلام ده يدخل على الاي اف امبليفاير هيطلع مين؟ القناه اللي انت اخترتها. انت مختار مين؟ انا بظبط التيوننج بتاع الرسيفر ان هو اختار اف سي 3 يبقى يطلع هنا ايه؟ اف سي 3 ظبطت التيوننج على اف سي 5 يطلع اف سي 5. طيب طلع لي اف سي 3 هعمل ايه؟ هناك كنت بعد ما بسلكت واعمل امبليفيكيشن كنت بعمل ايه بعد كده؟ لا ماشي ده مره كمان يعني ديموديليشن على طول بسيبه من الفيرست والسكند وفي الاخر هي حاجه واحده سلكت وامبليفاير. فهناك كنت بعد ما اعمل سلكت وامبليفاير كنت اعمل ايه؟ ديتكشن. هنا بقى شباب لا ما عملش ديتكشن حط حته زياده يعني ستيب زياده. هي دي الفرق بين اللي فات وده يا يعني شباب. الفرق ما بين النوع ده والنوع اللي فات ايه؟ الخطوه دي هو هي سيلكت امبليفيكيشن هيعمل ديموديليشن بعد كده هيدخلها على اوديو امبليفاير وهو امبليفاير وكبر. طب ايه الفرق ده عن النوع اللي فات؟ الحته دي يا شباب. ايه الحته دي؟ ان انا باخد السيجنال قبل ما اعملها ديموديليشن ادخلها على ايه الاول؟ ميكس. الميكس ده بيدخل له ايه؟ اللوكال اوسيليتور. طيب ايه الميكس ده يا شباب؟ مالتي بلاير. مالتي بلاير يعمل ايه؟ يعمل مالتيبيكيشن اللي دي مع دي. هو ايه اللي جاي هنا يا شباب؟ القناه بتاعتك اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي اكس اوف تي اللي هو الصوت بلس اي سي عشان احنا دبل سايد باند ويز كارير كوزاين ايه؟ اوميجا سي. اوميجا سي 3 تي صح ولا لا؟ صح. مش احنا قلنا في احنا شباب مش عارف مثلا دبل سايد باند ويز كارير عباره عن ايه؟ شو قلنا دبل سايد باند ويز كارير عباره عن كانه باخد السيجنال ارفعها على دي سي وبعدين اعملها ايه؟ اضربها في الكارير اعملها موديليشن. فهو ده اللي انت استقبلته بعد الاي اف امبليفاير. طيب يبقى انت ايه اللي داخل الميكس اكس اوف تي بلس اي سي كوزاين اوميجا سي سي اوف تي. هتاخد الكلام ده تعمل له ايه؟ اعمل له مالتيبليكيشن. هو ميكس اهي يعمل ايه بقى ميكس ده؟ يعمل مالتيبليكيشن. يعمل مالتيبليكيشن لدي مع خارج الاوسيليتور. طب الاوسيليتور هيطلع كوزاين ويف. هو هيطلع كوزاين اوميجا سي. طب ايه بقى التردد بتاع الاوسيليتور ده؟ قال لك التردد بتاع الاوسيليتور اللي هو اوميجا نوت او اللي هو الاف نوت يعني اللي هو الاوت بتاع الاوسيليتور. طب الاوميجا نوت دي عباره عن ايه يعني؟ قال لك الاوميجا نوت دي عباره عن الاوميجا سي 3 زائد اوميجا اي اف. تمشوا يا شباب؟ يبقى كان التردد بتاع الاوت بتاع الاوسيليتور هو عباره عن ايه يا شباب؟ نفس التردد بتاع مين؟ السيجنال اللي انت استقبلتها. عشان كده شباب لازم يكون ما بين ده وده يبقى فيه ايه؟ سنكرونايزيشن. عشان لو انت هنا بسلكت اف سي 3 يطلع هنا اف سي كام؟ 3. سلكت اف سي 5 يبقى يطلع هنا اف سي ايه؟ 5. يبقى لما انت بتظبط التيون الار اف امبليفاير بيظبط التيوننج سيركت وفي نفس الوقت بيظبط التردد بتاع مين؟ ستريت. عشان يبقى التردد ده هو نفس ده. فانت تطلع اف سي 3 ايه شكل الاول بتاع الاوسيليتور؟ هيطلع اف سي 3 هو يعني قال لك لا زائد ايه؟ اف اي اف. قال لك ايه الاي اف ده؟ الاي اف ده شباب اللي هو الانترميديت فريكونس. طيب وبعدين يعني ماشي هيحصل ايه؟ كوزاين في كوزاين هيطلع ايه؟ نص كوزاين الفا اذا كوزاين مين؟ المجموع. انت عايز مين؟ عايز الفرق حط ايه؟ لو اسفلت. عايز المجموع حط ايه؟ هاي اسفلت. انا عايز